ما هو الصحيح في شهادة المرأة الواحدة؟ هل تقبل في الرضاعة فقط أم لا تقبل مطلقاً أم تقبل مطلقاً؟ تقبل في الرضاعة وتقبل في تقبل شهادة القابلة أيضاً، تقبل شهادة القابلة على أن فلانة ولدت هذا الطفل بحضرتها، تقبل شهادتها في الرضاع وتقبل شهادتها في الولادة وتقبل شهادتها في العيوب التي تحت الثياب. إذا حصل خصومة وادعى الزوج أن فيها عيوباً في جسمها فإنه يؤتى بامرأة تكشف عليها، تقبل شهادتها في ذلك. كما أن الفقهاء ذكروا أنها تقبل شهادتها في رؤية هلال رمضان، إذا أخبرت أنها رأت الهلال تقبل شهادتها كما تقبل شهادة الرجل. نعم.